إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. حبايب قلبي، أنا حبيت أعمل هذا الفيديو لأنه بعتبركم أنتوا عائلتي التانية، وحبيت طمنكم على وداد لأنه في كتير ناس بالفيديوهين الماضيين قالوا شو بها وداد وليش صوتها رايح ليش مرضانة، فحبيت أعمل هذا الفيديو حتى طمنكم عنا. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ بهالفيديو حبايب قلبي، بتمنى منكم الكل يكتبوا لأخواننا في فلسطين الله ينصرهم ويبعد عنهم الشر، آمين يا رب العالمين. وكل يكتب لهم بالتعليقات هيك الله ينصرهم يا رب حبايب قلبي، لأنه مو طالع بإيدنا شيء إلا ندعي لهم. بتمنى منكم الكل يكتب لهم بالتعليقات الله ينصرهم ويبعد عنهم الشر، آمين يا رب العالمين. وقبل ما نبدأ بهالفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي، أنا بتضايق من وداد لما تمرض، لا بتحب تشرب شيء، لا بتحب تروح على الدكتور، وما بتحب تنضرب إبرة، هيك أنا بتضايق منها كتير لما تمرض. هلا ما رح تشرب ولا كاسة زهور، رح بدي اخصبها لحتى تشرب. ان شاء الله تقبل تشربه. يلا وداد وداد وداد، قومي يلا عملت لك كاسة الزهورات، قومي اشربي يلا. ما بدي مالي نفس. قومي اشربي. ما بدي ليانا بس اشربي شفتين و ما بحب، حتى الاقي حرام ثاني بردانة. بردانة الدنيا كثير شوب، قومي قومي اشربي. ما بدي بس حتى الاقي حرام، بدي نام. وداد قومي اشربي كاسة اليانسون يمكن ترتاحي شوي. ما بدي. قومي وداد. ما لي نفس، روحي يا عمي. طبطي؟ طبطي؟ طب استنى خليها كمان هلا طبطي؟ يلا قومي، أنا هلا رايحة أقول لماما خليها تاخذك على الدكتور، تستفني. يا تشربي الكاس يا تروحي على الدكتور، شو؟ ما بدي لا هي ولا. اسمعي انا هلا بقول لك كيف. قومي ليه؟ قومي. قومي بس اشربي شفتين من كاسنا. قومي بس شفتين بلكي بتصحصحي. ما بدي ولا. قومي وداد. يا ما بدي روحي. عدي شوي عدي لانك عدي. عدي هلا بحط عليكي حرام. يلا اشربي. لك ما بدي. شربي بس شربي، إذا ما شربتي ماني حالة عنك، والله بروح أقول ما بدي ما بحبك. أنا رايح أقول لماما إنك تيجي تاخذك على الدكتور تستفلي. طيب قلبي، وأخيراً طلعت من ماما إنه تروح على الدكتور، يلا قومي. ضربتني بس. شايفين حبايبي، صار لي ساعتين اقنعها انه تروح على الدكتور بالغصب لحتى فلت تروح، ما بصير تضلي نايمه بالفراش، هيك بزود عليك المرض. اي ما بحب روح على الدكتور. يلا وداد انزلي وصلنا على الدكتور. ما بدي انزل امان، بخاف يضربني ابره. لا طب انا رح انزل اكل الابره وارجع لك، خليك هون. يلا انزلي، يجينا مشوار طويل. ما بدها تنزل.
حبابي شو وجعك؟ شو حاسه؟ دكتور صار لها من قبل العيد، هي مرضانة، صوتها رايح وحلقة عم يوجع يعني قبل العيد هيك. ومبارح ما رحنا على ملاهي جيب جنين، صار دوخ وما عاد تقدر. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. خذوا على التليفون، راسك منين؟ سالي سالي قوي بشوف. تحت مين؟ شو راسك فوق؟ بدي أسألك شوي. في وجع راس؟ إيه. ابنك عم بجيك ابني؟ ابني لا. في وجع هون اصلا البريع هون؟ ايه هون على الوجه. في لحى بصوتها؟ لحى؟ ايه. استطلع راسها على ايديك شكلها مجاوبه؟ لا. خلص امورك بخير الحمد لله. اخذتي شيء دواء علاج من يومين ثلاثة ولا لا؟ لا. صوتها رايح، صار لها ثلاث ايام صوتها رايح. تمام. وجع بطن فيه؟ وجع بطن لا. ما في. شايفة وجع ما وجع كثير بس ضربك إبرة وكتب لنا على دواء ومشينا. إيه بتوجع الإبرة. أنا إذا أكلت 10 إبر ما بخاف منهم. الدكتور قالنا إنه صوته رايح مع التهاب بالبلعوم، يعني ما لازم تحكي كتير، وكتب لنا على دواء بدنا نجيبه، وقال لازم ما لازم تحكي كتير، بس وداد ما بتقدر لازم تحكي. ضروري. حبايب قلبي الدكتور ما بيحب يطلع على التصوير، لهيك ما حبينا نحرجه كتير. عجبك يا وداد هاي خلفت السيارة؟ يمكن لأنه شافتها مريضة وزعلت عليها، هي بتحبها لسه. يعني أنا شو دخلني؟ إيه يمكن زعلت عليها للسيارة، السيارة زعلت على وداد، خربت سيارة خاله. الجو كتير شوب، نحن طقينا من الشوب كيف السيارة، عن جد اليوم الجو كتير شوب، لحتى حطينا لها مي لحتى مشيت. لك وداد نامت تعبانة يا قلبي. شايفي يا وداد شو قال الدكتور؟ قال لازم تشربي سوائل. خدي يلا اشربي كاسة الصورات. حبايب قلبي وداد صار لها قبل العيد بيومين، هي صوتها رايح، ولما رحنا على مدينة الملاهي من كتر الشمس ومن كتر الحركة داخت، ويعني ما بعرف شو صار لها، بس فأصرينا انه ناخدها على الدكتور، ومثل ما شفتوا بالزور لحتى اخذناها على الدكتور. هلأ لازم نشربها الدواء كمان. يلا اشربي كاسة الزورة. لوني منك لأشربه كله. اشربي عشان تاخدي الدواء وطيبي. حتى هي صار ليومين ما أكلت، ما عم تاكل منيح. حبايب قلبي شايفين قديش شربت منه؟ صار ليومين ما عم تشرب ولا عم تاكل، بس هلأ رح أجيب لها الدواء ولازم تشربه. الزهورات ما شربتي الدواء بدك تشربي، انا قايمه اجيب لك الدواء. حبايب قلبي لا تواخذوني لاني هيك منظري بالفيديو وما قدرت احكي لاني تعبان كتير. يلا يا وداد انا جبت لك الدواء، مسكر كل لك. كمان على الدواء هلا بدك تقولي ما بدي ومو طيب. الدواء بالغصب لازم تشربيه. طيب الدواء شربي من كاسة المي. كمان ما بدك تشربي؟ هلا صار كل شغل البيت علي لانه وداد مريضه. قال الدكتور ما تحكي، صارت خلصه ما عاد تحكي بنوب. وداد ما بدك تنهي مع الفيديو؟ ام بلا.
حبايب قلبي انا حبيت اعمل هذا الفيديو لانه بعتبركم انتو عائلتي التانية، وحبيت طمنكم على وداد لانه في كتير ناس بالفيديوهين الماضيين قالوا شو بها وداد وليش صوتها رايح ليش مرضانة، فحبيت اعمل هذا الفيديو حتى طمنكم عنا. مثل ما شفت الدكتور الحمد لله طمنا عنها وقال له انه بس التهاب بالعوم، بس تشرب شوي من الدواء رح تطيب. شكرا لكم حبايبي، لكل حدا سأل عني وطمن عني. حبايب قلبي كمان مبارح لما رحنا على الملاهي كمان داخت شوي من الشمس يعني، ومن كتر اللعب داخت، ولما رجعت على البيت نامت يعني هيك زادت المرض اكثر. لهون نكون انتهى الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب، اضغطوا جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم، استنونا بفيديوهات جديده. باي. الحمد لله على سلامتك حبيبتي، الله يسلمك.